بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم شباب، شو اخباركم؟ مساكم طيبين، معكم غصاب. اليوم معنا جليتش لعبة جنشن امباكت. جليتش استفدت من كثير، يدبل لك مو يدبل، يجيب لك موارد بيض ومات ستاك، يجيب لك هذا، شوفها موارد بالهبل، ما هو موردين بس يعني عددهم كثير. اوريكم الجليتش. الجليتش طبعا مستمر ايزي، اللي عليك بس شخصية ليزا، تمام، وتفتح خريطة تجي هنا في الموقع هذا. شوف هنا خريطة، تجي في المكان هذا، تمام. لحظة أوريك بس المكان وين بالضبط، من تحت الشجرة هذه من جانب البحر، تجي هنا يا طويل السلامة. شوفها، شوف موارد اللي عليك، تجي عند هنا الزارة بس تثبت نفسك فوق، يلا بس كذا، ودبل دايرة اطلق على الوردة، تقوم تطرح لك موارد، يعني مو موارد يعني بيض وموتستاك وش اسمه هذا، دبل لما تعجز. اذا عندك يد تيربو او يد كليكر بتدبل لك افضل، لانه مستحيل يعني كلي ساعتين او ساعة ونص وانا جالس في الوضعية هذه ليزا فوق الحجر، ولا تضيح ولا تخرب ولا شيء. لو عندك شيء يدبل لك اوكي تمام، امورك سليمه، تجي بعد ساعتين اذا ساعات تخليها يوم كامل تشبع منها. هو ما ادري ايش الصراحه وش الفائده من البيض والموتستاك هذه، لكن يعني افضل من انك تروح تجمعهم في الغابات وتدور عليهم. اصبر لحظه بس اجمعهم معكم. شوفوا المعيار، شوفوا جلتش حلو، استفيدوا من قبل تسكر، لكن ترى ما يمسون عن الباند، لو واحد صار الباند ما أنا مسؤول عن اي احد، انت بتسوي تسوي يعني مسؤوليتك انت، انا نفسي بسويه على مسؤوليتي، يعني صار شيء ولا ما صار ما كذا عادي، لان ممكن احول بي سي، ف تخزنتي هذه ممكن اخليها على البلاي ستيشن، فكل واحد يسوي جلتش على مسؤوليته وبس. سلام.